بخصوص توفر وحدات توليف استقبال البث الأرضي الرقمي لدى الموزعين المعتمدين، يتوفر حالياً وحدات توليف استقبال البث الأرضي الرقمي لأجهزة التلفزيون الغير مجهزة بوحدة التوليف الرقمي. سعر بيع الوحدة للجمهور 474 جنيه شامل ضريبة القيمة المضافة. تتميز وحدات توليف استقبال البث الأرضي الرقمي بما يلي: تدعم استقبال البث الرقمي الحديث DVB-T و DVB-T2، إمكانية استقبال البث الأرضي الرقمي بجودة HD، مزود بمخرج USB لتحديث السوفتوير مستقبلاً، مزود بمخرج HDMI وكابل HDMI مجاناً، مزود بمخرج ميني أوديو فيديو وكابل أوديو فيديو مجاناً، مزود بوحدة تغذية 12 فولت، تحتوي على وحدة ريموت كنترول للتحكم، ضمان لمدة عام ضد عيوب الصناعة.